لقد حظيت اليوم باستقبال السيد رئيس الجمهورية، وذلك في إطار أولاً إحاطته علم بمجريات الاقتراع المنصرم المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. ثم أيضاً استطلعني السيد رئيس الجمهورية حول الآفاق القريبة والمتوسطة للأجندة السياسية التي التزم بها أمام الشعب الجزائري، ألا وهو إحداث التغيير بتجديد المؤسسات الدستورية برمتها. وبعد الانتخابات التشريعية لابد أن ننطلق إلى المرحلة الموالية، وهي التجديد المجالس المحلية. وكان السيد رئيس الجمهورية استطلعني حول مختلف الجوانب القانونية واللوجستية في هذا المجال، وأبديت له برأيي كرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وإن شاء الله سيكون لنا إن شاء الله لقاءات أخرى مع السيد رئيس الجمهورية حتى يعني نثبت المسار على أسس الصحيحة التي التزم بها السيد رئيس الجمهورية. وبالتالي إن شاء الله المسار لتجديد الدولة الجزائرية من حيث المؤسسات راهو في وتيرة محترمة وطبقا لما التزم به السيد رئيس الجمهورية.